الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا إخوتي اليوم سوف يكون هناك خسوف للقمر طويل جدا هذا المساء عند صلاة المغرب سوف يحدث هذا الخسوف الذي سيستمر حوالي ساعتين هذا يا إخوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخسوف ما هو؟ القمر الشمس الأرض القمر تأتي الأرض بين الشمس والقمر فتحجب ضوء الشمس عن القمر هذا هو الخسوف الخسوف يا إخوتي هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا حياته فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله ربكم حتى يكشف ما بكم أو الجو إلى الذكر والصلاة الآن هذه سنة صلاة الخسوف هي سنة مؤكدة ومستحبة مؤكدة حسب المذهب يعني الآن عندما دعونا الناس إلى صلاة الخسوف قال أحدهم قال إيه لا شو بدك أنت اللي احنا بس أخذ عنا الصلاة بدل ما نروح نبحث بعلم الفلك كلام ماله منطقي أبدا الفلك علم اهتم به المسلمون كثيرا ولكن هذا أمر آخر تماما هذا الأمر ليس يتعلق هنا بموضوع علم الفلك علم الفلك مثل علم الطب مثل علم الرياضيات مثل علم الفيزياء له أهله متخصصون هذا الموضوع يا إخوتي تذكير لنا هي آيات من أجل أن تذكرنا بالله تبو هذا المهم فيها الإنسان من الحياة الروتينية ينسى يغفل الآن الذي حصل في غريكلاند في اليونان الحرائق تلك طبعاً شيء مخيف جداً عندما تراها ماذا تفكر؟ أنت تحزن على المصابين وتدعو الله يلطف عباده صحيح لكن ماذا تتذكر؟ تتذكر الآخرة تتذكر نار جهنم يعني تعود قلبك يحن يرق قلبك تخاف هذه هي المقصود من هذه الآيات أن نعود إلى الله ونتذكر الله آيات كثيرة اليوم في دارية هذه المشهورة كانت بعنبها في الشام والتي دمرت تماما الآن اليوم جاء خبر إلى أهل 1000 شخص قتلوا تحت التعذيب في سجون الطاغية 1000 شخص هذه مو آية كمان خسوف القمر آية بس هي مو آية 1000 إنسان 1000 شاب يموت تحت التعذيب اليوم كلهم بعد سنوات يبعثوا لأهلهم أنه هدلهم ماتوا هاي مو آية هاي من آيات الله شوف الواحد الظلم اللي عم يصير إذن نحن نخاف الله نحن نريد أن نعود إلى الله لك كل الآيات اللي عم تصير هذا الحر اللي صار بالسويد هذا اللي شايفينه شجر يبس هاي مو آية هاي هلأ عم نطلع لبرا اللي احنا حنختنق من الحر ما عم تتذكر الآخرة والله عم بتذكر الآخرة كل ما أمشي على الحشيش وشوف العشب كيف ناشف وشوف ما عم قدر يتنفس والناس عم تموت من الحر عم تذكرني بالآخرة إمتى بدنا نتوب متى نعود إلى الله المهم يا إخوتي حتى لا أطيل عليكم صلاة الخسوف يا إخوتي سنة
إما تصلى فرادى أو في المسجد. إن شاء الله بده يصليها اليوم بيصليها بمسجد بعد صلاة المغرب هنا. هي حتى تعلموا ركعتان. أحد يعني الروايات المذاهب أنها ركعتان، الركعة الأولى تكبير ثم قراءة الفاتحة ثم قراءة قرآن طويل يطيل، ثم يركع ثم يرتفع من الركوع ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ أيضا من القرآن ما تيسر له أقل من القراءة الأولى، ثم يسجد ثم يقوم من السجود، بعد يقوم من السجود ثم يكرر ما فعل بالركعة الأولى، ثم يذكر الله ويدعو الله. المهم يا إخوتي، أنا بدي إياكم اليوم تشوفوها بعيونكم لما القمر هذا الأحمر اليوم بدأ تحجب الشمس، تفرجوا عليها وتذكروا آلاء الله. هاي شغلة بسيطة كتير، بس بتذكركم بقدرة الله سبحانه وتعالى وبتذكركم بالآخرة، برق القلب وبيلجأ الإنسان إلى الرب. اللهم يا رب العالمين اعفو عنا واطف بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لو بريست الكمل الله بعد أنا سهر دنو دريك دنبار مهتجة ديت البير في الله في بير دهم فلوتلسة في شك فورت الفكتوش دي الله فون دي وندا يورا خيلر فون دي وندا يورا هاندلينار دن سوم دو ويج ليدر كان إنجن ليدا فيلسة ودن سوم دن سوم دو لوتر جو فيلسة كان إنجن ويج ليدا. Vi bevittnar att det inte finns någon gudom utom Allah alene, och vittnar profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i hans sändebud och profet. Är det muslimer? Idag klockan 20 ungefär 22 så börjar den här stora långa månförmörkelse. Månförmörkelse, det är när jorden hamnar mellan solen och månen. Särskilt att månen är hel måne, jättestor måne som vi kommer att beskåda idag. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger: "Shams, solen och månen, det är en aya från det tecken från Allah subhanahu wa ta'ala. Den här sol för mörkelse och mån för mörkelse, det händer inte på grund av att någon dör eller någon lever som människorna trodde tidigare, utan det när det händer, det är ett påminnelse. Det är ett påminnelse. Vi vill det är det här som vi ska använda det för att komma ihåg vem vi är, vem Allah är och vad kommer att hända med oss om domsdagen som närmar sig. Ni ser som det händer i världen av den här torkan och den här värmen i Sverige som det är omöjligt. Det påminner också om akhira. Det som hände i Grekland, stackars dem, den där bränderna, när vi såg dem, vi blev förskräckta. Vilken syn! Visst, vi blev ledsna, vi bad Gud att vara barmhärtig om människor. Men vi tänkte också på akhira. Om det finns så mycket eld som nu i dunia, tänk på akhira, jahannam, helvete då. Så det är ingenting framför helvete. Alla de här tecken är för oss för att komma ihåg Allah, för att gå tillbaka till Allah, för att tillbe Allah. Därför profeten sallallahu alaihi wasallam, när det hände den här solförmörkelse eller månförmörkelse, de gjorde salah, två rak'a, speciellt sett för den här salah. Vi kommer att göra det idag här efter salat al-maghrib. Och ni också kan göra det hemma. Men gå ut och titta. Titta när det händer. Och sitt och gör dua till Allah. Sitt och gör Allah förlåta mina synder. Allah, jag vill inte att det blir bränd. Jag vill inte att hamna i helvete. Jag vill sköta mig. Hjälp mig Allah att sköta mig på det bästa sättet att komma till Jannah. Titta, Sverige och jag svettas och så varm. Tänk då, det är bara 30 grader nu. Tänk om det är 1000 grader, vad skulle hända? Alla de här tecken påminner inte oss om akhira. När ska vi vakna? När? Nu! Nu ska vi vakna. Vi ska inte vänta till en sekund mer. Komma tillbaka till Allah. Och Allah, hjälp oss att komma tillbaka till dig. Och förlåta våra synder. Och Allah, hjälp oss och hjälp Sverige också, Allah. Skänk regn till Sverige, ja Allah. Skänk regn till oss. Vi behöver, ja Allah, anzir aina al-ghayth, ja Allah. Och khafif anna hadha al-harr.
اللهم الطف بعبادك يا أرحم الراحمين، اللهم فرج عن عبادك يا الله في كل مكان، اللهم ردنا إليك، اللهم ردنا إليك، اللهم ردنا إليك، اللهم أخرجنا من ذنوبنا كما ولدتنا أمهاتنا، اللهم اجعلنا نرى آياتك ونؤمن بها ونتصرف بناء عليها يا الله، يا أرحم الراحمين اجعلنا نعبدك كأننا نراك، اجعلنا نعبدك كأننا نراك، اجعلنا نعبدك كأننا نراك، عباد الله اتقوا الله، إن الله يحب العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.